بخسها والاعتداء عليها وانتهاك كرامتها، لأن الحياة دون امرأة هي عبارة عن نفق مظلم. والعيب كل العيب سيدة الرئيسة بعد الثورة في هذا البرلمان ألا تؤسس مجموعة برلمانية. وأنا تقدمت بمطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي لتكوين كتلة برلمانية نسائية تدافع عن المرأة البرلمانية في تونس في البرلمان وخارج البرلمان، خاصة أن اللوم كل اللوم يتوجه إلى السلطة التشريعية بعيدا عن المحاصصات الحزبية والحسابات الضيقة. فالرجاء تحميل المسؤوليات لكل اللوبيات الخفية التي تريد إجهاض ولادة المجموعة البرلمانية النسائية. وشكرا سيدة الرئيس. بارك الله فيك، بارك الله فيك زميلتي العزيزة، لأنه فعلا لأنه هذا موضوع مسكوت عليه ولكن موضوع مهم جدا، وهو أنه نتجاوز كل الخلافات السياسية وكل اختلاف في الرأي لإحداث مجموعة نسائية برلمانية تهيئ أنه في المستقبل نورث البرلمان القادم آليات تمكين المرأة من حقوقها السياسية وخاصة من حظوظها في هذا المجال. شكرا زميلتي.